تعزينا، بنعزي حضراتكم، بنعزي نفسنا ومصر كلها. واسمع الاول، يعني شفت اللي حصل ده ازاي؟ طبعا شايف ان ده تطور او تصعيد من جماعه الاخوان الارهابيه الخائنه اللي النهارده بحكم قضائي يعني اصبحت جماعه يعني رسميا خائنه، ما بقاش وصف بنطلقه صحفيا. وتصعيد ضد القضاء، وكان لازم ننتبه لده منذ حادث المستشار معتز خفاجه. نعم. ولانه كان حادث المستشار معتز خفاجه كان حادث خطير، و و و وكان العربيات يعني لولا سواء التاكسي الشهم ولولا الظروف اللي ساهمت، لان كانوا هيفجروا ثلاث عربيات في وقت واحد. صحيح. وكانوا بالصدفه ان الهيئه القضائيه كلها مجتمعه، او هم عارفين ان الهيئه القضائيه كلها مجتمعه. ده معناه ان في هم عارفين يعني في معلومات، ان في اختراق للبتاع. وده نفس الامر اللي حصل مع القضاه النهارده، اللي احنا بنقول يعني ربنا يرحمهم ويكتبهم من الشهداء.